مروحية رائعة عالية الأداء ومجهزة بدلاء من المياه أو خزانة كبيرة السعة، وتستخدم لأخماد الحلائق بسرعة في مناطق الغابات حول العالم. مرحبا بكم متابعينا في قناة كيروف ريبورتين العسكرية. في هذا الفيديو سنتحدث عن أكثر 10 مروحيات إطفاء مذهلة في العالم، وبعض من هذه المروحيات يتم تشغيلها بواسطة دول عربية. إذا كنت تريد معرفة التفاصيل ابق معنا للنهاية، ولا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، فهي أفضل طريقة لدعم القناة ولتشجيعنا على تقديم المزيد إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. 10. كاموف K32 11 بي سي، وهي طائرة هليكوبترز متوسطة الحجم متعددة الأغراض، تم تصنيعها في روسيا ودخلت الخدمة في عام 1986، وصممت لتكون طائرة هليكوبترز للبحث والإنقاذ المدني. تعمل مع 3 من أفراد الطاقم، وتستخدم حاليا في مهام مكافحة الحرائق باستخدام دروي طائرة الهليكوبترز. مع 4500 لتر من المياه، يبلغ طولها 11.2 مترا ووزنها 6.9 طن، ولها محركان بأجمالي 4500 حصان، يبلغ مداها 150 كيلومترا في الساعة، ويمكن أن تطير على ارتفاع أقصى يبلغ 3500 متر. الدول العربية التي تشغل هذه المروحية هم القوات الجوية الجزائرية، والقوة الجوية السورية، والقوة الجوية اليمنية. 9. بين 214 بي، وهي عالية الأداء، مروحية ذات قدرة رفع عالية تم تصنيعها في الولايات المتحدة، ودخلت الخدمة في عام 1976، وتم تصميمها لتكون متعددة الاستخدامات، وقابلة للمناورة للغاية، وتحتوي على خزان المياه بسعة 3000 لتر، ويمكن إعادة تعبئته بسرعة. تمتلك شركة ماكديرموت افييشن 13 طائرة هليكوبترز بال 214 بي، تستخدمها في مكافحة الحرائق، ويبلغ طولها 14.6 مترا، وتزن 3.4 طن. لديها محرك واحد بقوة 2900 حصان، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 275 كم في الساعة، يبلغ مداها 475 كم، ويمكنها الطيران على ارتفاع 4200 متر. أما الدول العربية التي تشغل هذه المروحية فهي القوة الملكية العمانية والقوة الجوية الإماراتية. 8. سيكورسكاي UH-60، وهي مروحية نقل عسكرية تكتيكية تم تصنيعها في الولايات المتحدة، ودخلت الخدمة في عام 1978، وتم تصميمها لتكون موثوقة وسريعة وعالية الأداء. يبلغ طولها 19.7 متر، وتزن 5.6 طن، ويمكن أن تحمل دلوا من الماء بأكثر من 2000 لتر، وتوفر إمدادا ثابتا ودقيقا. لديها محركان بإجمالي 3700 حصان، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 294 كم في الساعة، يبلغ مداها 2200 كم، ويمكن أن تطير على ارتفاع بأقصى يصل إلى 5800 متر. الدول العربية التي تشغل هذه المروحية هم الطيران القوة الملكية السعودية، السلاح الجوي الملكي البحريني، القوة الجوية المصرية، القوة الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، سلاح الجو الملكي الأردني، سلاح الجوي للدرك للمملكة المغربية، القوة الجوية التونسية. 7. بيل UH-1 يو فينوم، وهي طائرة هليكوبترز متوسطة الحجم ذات محرك مزدوج، تم تصنيعها في الولايات المتحدة، ودخلت الخدمة في عام 2008، وتم تصميمها بحيث تتكيف بسرعة مع أي نوع من أعمال المهام التي يديرها طاقمان، وتستخدمها مشاة البحرية في مهام مكافحة الحرائق. يبلغ طولها 17.7 متر، وزنها 5.3 طن، ولها محركان بإجمالي 3600 حصانا، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 300 كم في الساعة، يبلغ مداها 240 كم، ويمكن أن تطير على ارتفاع أقصى يصل إلى 6100 متر. 6. بوينغ فيرتول 107، هي مروحية مدنية للنقل الثقيل تم تصنيعها في اليابان، ودخلت الخدمة في عام 1962، وتم تصميمها لتكون متعددة الاستخدامات وقادرة على أداء أنواع متعددة من الخدمات. يتم استخدامها من قبل شركة كولومبيا هليكوبترز لمكافحة الحرائق، ويمكن استخدامه أيضا في نقل الركاب أو الرحلات الاستكشاف. يبلغ طوله 13.9 متر، وزنه 7 أطنان، ولها محركان بإجمالي 2800 حصانا، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 270 كم في الساعة، يبلغ مداها 460 كم، ويمكنها الطيران على ارتفاع 3900 متر كحد أقصى.
الدولة العربية الوحيدة التي تشغل هذه المروحية هي المملكة العربية السعودية. خامساً، ميلمي 8، وهي مروحية عسكرية للنقل الثقيل، تم تصنيعها في روسيا، ودخلت الخدمة في عام 1967، وتم تصميمها لنقل الجنود والبضائع بسرعة وأمان، ويمكنها حمل الدلوين من المياه بسعة 3000 لتر، ويمكنها أيضاً تستخدم أيضاً في مهام البحث والإنقاذ أو الإخلاء الطبي. يبلغ طولها 18.4 متر، وزنها 15 طناً، ولها محركان بإجمالي 3900 حصان، ويمكن أن تصل سرعته القصوى إلى 250 كم في الساعة، ويبلغ مدها 495 كم، ويمكنها الطيران على ارتفاع 5000 متر كحد أقصى. الدول العربية التي تشغلها هي مصر، العراق، سوريا، الجزائر، ليبيا والسودان. رابعاً، يوروكوبتر EC-125 سوبر بوما، وهي مروحية مدنية كبيرة وطويلة المدى، تم تصنيعها في فرنسا، وتم تصميمها لنقل الركاب ولمهام البحث والإنقاذ أو لمكافحة العلائق، التي دخلت الخدمة في عام 2004. وبالإضافة إلى نظام تخزين المياه، يمكن أيضا تزويدها بخراطيش المياه لمكافحة الحرائق في المناطق الحضرية، ويبلغ طولها 19.5 متر ووزنها 5.2 طن. لديها محركان بإجمالي 4800 حصان، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 324 كم في الساعة. يبلغ مداها 850 كم، ويمكنها الطيران على ارتفاع 6000 متر. ثالثا، CH-53E سوبر ستاليون، وهي طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل، تم تصنيعها في الولايات المتحدة، وقد تم تصميمها لقوات المشاة البحرية الأمريكية، وبدأت في استخدامها كطائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق في عام 2003 من قبل فرقة باستخدام دلو يحتوي على 5000 لتر من المياه. يبلغ طوله 30 مترا وتزن 15 طنا، ولديها 3 محركات بقوة 13500 حصان، يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 315 كم في الساعة، ويبلغ مداها 1000 كم، ويمكنها الطيران على ارتفاع 5600 متر كحد أقصى. ثانياً، بوينغ CH-47 شينوك، وهي طائرة هليكوبتر موثوقة وعالية الأداء، تم تصنيعها في الولايات المتحدة، ودخلت الخدمة في عام 1962، وتستخدمها شركة بيلينغ فلاين سيرفيس لتقديم خدمات مكافحة الحرائق في البلدان المتعددة مثل الولايات المتحدة أو تشيلي، ويمكن إعادة تعبئة 9500 لتر من المياه في 30 ثانية فقط. يبلغ طولها 30 مترا ووزنها 11 طنا، ولها محركان بإجمالي 1000 حصان، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 315 كم في الساعة، ويبلغ مداها 660 كم، ويمكن أن تطير على ارتفاع أقصى يصل إلى 6100 متر. الدول العربية التي تشغل هذه المروحية هي السلاح الجوي المغربي والسلاح الجوي المصري، القوات الجوية الإماراتية، السلاح الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الليبية. أخيرا، في المركز الأول، إيريكسون S-64 هيلي تانكر، وهي طائرة هليكوبتر ذات قدرة ودقة كبيرتين، تم تصنيعها في الولايات المتحدة، ودخلت الخدمة في عام 1962، وصممت لنقل الحمولات الثقيلة. يحتوي على خزان مياه بسعة 10000 لتر، ويمكن إعادة شحنه في 45 ثانية. يمكن لفوات الرش أن تطرد 1100 لتر من المياه في دقيقة، وهي مثالية لمكافحة الحرائق في المباني التي يبلغ طولها 21 متر ويزن 8.5 طن، وهي مثالية لمكافحة الحرائق في المباني ويبلغ طولها 21 متر وتزن 8.7 طن. لديها محركان بإجمالي 9000 حصان، ويمكن أن تصل سرعته القصوى إلى 200 كم في الساعة، ويبلغ مدى 370 كم، ويمكنه الطيران على ارتفاع 3200 متر. أما بالنسبة للمشغلين من الدول العربية، حاليا لا توجد أي دولة عربية تمتلك هذه المروحية. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا جزيلا لكم على المشاهدة. إذا استمتعتم بالفيديو فالرجوع ترك تعليقا يقول ما هو الموضوع الذي ترغبون منا طرحه في الفيديوهات القادمة. وإذا كنت قد استمتعت بهذا الفيديو فالرجاء ترك إعجابك ومشاركته مع أصدقائك، وشكرا جزيلا على المشاهدة.